أهلا وسهلا بكم. لنرى في هذا الدرس كيف يمكن أن نثبت هذا الشريط الذي أستخدمه في الأسفل، وكيف يمكن أن نتحكم في سماته وإعداداته. الشريط يسمى ببلانك، وهو الشريط الذي يأتي على توزيعات إلمنتري OS افتراضيا. في توزيعات إلمنتري OS يكون لشريط شكل مخالف عن الشكل الذي أستخدمه، لذلك سيكون الهدف من هذا الدرس أولا أن نقوم بتثبيت الشريط على أي توزيعة أخرى غير توزيعات إلمنتري OS، وثانيا أن نعمل على تخصيص إعداداته وسماته لنصل إلى الشكل الذي يناسبنا. أنا سأعمل على شرح كيف وصلت للشكل الذي وصلت له هنا. أولا أقوم بإلقاء نظرة عامة عن الشريط، حيث أنه يمكن من التنقل بين البرامج المفتوحة ما تلاحظون، وبعض البرامج حين نقوم بالضغط على مطلقها بزر الفأرة يمين يعطينا بعض الخيارات. يمكن أيضا من إضافة مطلقات للبرامج كي نتمكن من فتح البرامج التي نستخدم بكثرة بسرعة، وبعض البرامج التفاعلية كقارئ البريد الإلكتروني ثاندربيرد أو عميل تويتر بيردي، فتظهر أيضا لو أضفناها إلى الشريط تظهر عدد الرسائل غير المقروءة أو عدد التغريدات غير المقروءة. إذن هذه هي وظيفة الشريط بشكل عام، إضافة إلى أنه يضفي جمالية على شكل الواجهة أو على شكل سطح المكتب. الآن نمر لطريقة التثبيت. من يستخدم إحدى التوزيعات المبنية أو المشتقة من أوبونتو فيمكنه إضافة مخزن البرنامج وتثبيته بالأوامر التي ستجدونها في الدرس الكتابي. من يستخدم توزيعة أخرى يمكنه البحث عن البرنامج في مركز البرمجيات الخاص بها، البرنامج اسمه بلانك كما قلت. بالنسبة لتوزيعة OpenSUSE فيمكن البحث عن بلانك أيضا في software.opensuse.org الموقع الخاص ببرمجيات OpenSUSE، فستجدون هذه النتيجة ومنها يمكن تثبيت البرنامج. من لم يجد البرنامج في مخازن أو في مركز البرمجيات الخاص بتوزيعته يبقى له خيار تحميل الكود المصدري للبرنامج وبناء البرنامج من الأساس يدويا. هذه أشياء بسيطة يمكنكم القيام بها بهذه الأوامر التي سأضعها أيضا في الدرس الكتابي المرافق لهذا الفيديو مشروحة باللغة العربية كي يتمكن الجميع من فهمها وتطبيقها. الآن بعد أن نقوم بتثبيت البرنامج يمكن أن نفتحه كما نفتح أي برنامج آخر، وسيظهر هنا الشريط لكن بسمة وشكل مخالف عن الشكل الذي أستخدم حاليا. من يستخدم توزيعة إلمنتري OS فقد شرحت في درس الدليل الشامل لجمالية توزيعة إلمنتري OS كيف يمكن أن نتحكم في إعدادات شريط بلانك عن طريق برنامج إلمنتري تويك. على توزيعة أخرى هذا الشريط ليس له واجهة رسومية تمكننا من التحكم في إعداداته وتغيير السمات والإعدادات، لذلك يجب أن نقوم بهذه الأشياء عن طريق الملف النصي الخاص بإعدادات شريط بلانك. للدخول للملف النصي لإعداداته ندخل إلى مجلد المنزل. نقوم أولا بإظهار الملفات المخفية عن طريق الضغط على Ctrl زائد H، أو أظهر الملفات المخبأة على دولفين، أو من يستخدم واجهة KDE يضغط على Alt زائد نقطة لإظهار الملفات المخفية. بعد ذلك ننتقل إلى مجلد .config plank doc 1، وملف settings هو الملف الذي به إعدادات الأداة أو الشريط. نفتحه بإحدى محررات النصوص، أنا سأفتحه بمحرر جنوم gedit. إذن هذا هو الملف النصي الخاص بإعدادات شريط بلانك. الأسطر التي بها علامة داش أولها فهي تعليقات فقط، أي أنه يمكن حذفها ليس لها أي تأثير، لكنها هنا تشرح الإعدادات المتوفرة في البرنامج، ويمكن بالتالي لأي شخص يفهم الإنجليزية أن يغير الإعدادات دون أي مساعدة. أنا سأمر على الإعدادات المهمة كي يتمكن الجميع من تطبيقها وفهمها أولا. إذن الإعدادات المهمة لدينا في السطر الثامن Icon Size حجم الأيقونات ببيكسل. هنا لدي 32 بيكسل، مثلا لو غيرته إلى 48 وضغط احفظ ستلاحظون أن حجم الأيقونات هنا سيتغير أصبح أكبر. أنا سأعيده إلى 32 وأضغطه من هنا فصاعد على Ctrl زائد S للحفظ، فعاد الحجم إلى 32. بالنسبة للسطر العاشر يمكننا من تحديد نمط الإخفاء، لدينا أربع خيارات. لدينا الصفر لإبقاء الشريط ظاهر دائما، لدينا واحد لتفعيل ما يسمى بنمط الإخفاء الذكي وهو النمط الذي أستخدم واحد، حيث أنه حين يكون للشريط مساحة يظهر وحين لا يكون له مساحة يختفي، وحين نقوم بالتأشير عليه يظهر من جديد، واثنين لتفعيل ما يسمى بالاختفاء التلقائي. لدينا أيضا ما يسمى بـ Unhide Delay في السطر الثاني عشر، فحين تقوم بالتأشير
على مكان الشريط كم يستغرق من الوقت ليظهر؟ بالنسبة لي أضع صفر أنه يظهر مباشرة حين أقوم بالتأشير عليه. لدينا أيضا في السطر السادس عشر فهي الأيقونات المتواجدة في الشريط، لا أنصح بالتغيير فيها من هنا، بل سنرى كيفية إضافة أيقونات أو تثبيت أيقونات في الشريط بعد قليل من الشريط بحد ذاته. في السطر الثامن عشر لدينا مكان الشريط، هل نريد أن يكون في اليسار، في اليمين، في الأعلى أو في أسفل الشاشة على حسب الرقم الذي تضع؟ أنا أضع الرقم 3 لذلك فأشرت في الأسفل. لو أردت أن أجعله على اليسار فأضع الرقم 0 وأضغط Ctrl S، فستلاحظون أنه تم تغيير موضعه إلى اليسار لأن أصبحت الواجهة شبيهة نوعا ما بواجهات يونيتي. سأرجع الشريط إلى اليسار. بالنسبة لي الأوفست سأرجع له بعد قليل لأنه يجب أن أغير Alignment. في السطر الرابع عشر Alignment فهي المحاذاة، ومنها أستطيع أن أحدد كيف يظهر هذا الشريط. لدي أربعة أنماط، صفر بالنسبة لنمط العارضة حيث أن الشريط يأخذ عرض الشاشة كاملة، ولدي هنا Right Aligned ليأخذ الشريط جهة اليمين أو جهة اليسار أو في الوسط. لو وضعته في الوسط على هذا الشكل فتلاحظون أنه أخذ جهة الوسط. بالنسبة الآن لـ Offset فيمكن أن تلاحظوا الفرق، فهو ما يسمى بالإزاحة عن مركز الشاشة. لو قمت بإعطائه نسبة 30% فهو سيزاح بنسبة 30% على يمين الشاشة. سأرجعه إلى الصفر. وهنا لدينا ما يسمى بالسمة ثام. بالنسبة للسمة فيجب عليك أولا أن تقوم بتثبيت سمات جديدة. لو كنت تستخدم إحدى التوزيعات المبنية على أوبونتو فيمكنك إضافة مخزن مجتمع توزيعات إلمنتور أو إس كما شرحت في درس جماليات توزيعات إلمنتور أو إس، وبعد ذلك تضيف السمات الخاصة بشريط بلانك بهذا السطر. بعد التثبيت ستنضاف السمات في مجلد الروت يوزر شير، هنا مجلد يسمى بلانك وفيه مجلد ثيمز، وهنا ستجد السمات. فتقوم فقط هنا في مكان السمات ثيم أو في سطر السمات تقوم بإعطاء اسم السمة التي تريد أن تستخدم مع مراعاة احترام الأحرف الصغيرة والكبيرة. مثلا السمة التي تستخدم في توزيعات إلمنتور أو إس، شريط بلانك في توزيعات إلمنتور أو إس افتراضيا، هي سمة بانثيون، فأضع هنا اسم بانثيون والسمة كما تلاحظ الموجودة هنا. أضغط Ctrl S فتلاحظون أني الآن لدي السمة تماما كما في واجهة بانثيون أو توزيعات إلمنتور S. الآن بالنسبة للخيار الأخير الذي لدينا هنا بالنسبة لـ Atoms Alignment أي محاذاة العناصر الموجودة في الشريط، فهي لها مفعول حين تفعل خيار نمط العارضة فقط Panel Mode. لذلك سأعيد Panel Mode هنا وسأعيد السمة التي أستخدم سمة Panel، وستلاحظون الآن أهمية السطر 26 Atoms Alignment. فيمكننا من تحديد محاذاة أو مكان الأيقونة، هل هي توجد في المركز أو على اليمين أو على اليسار. يمكن أن أضع واحد، لاحظوا أنها ستأخذ جهة اليسار، اثنين ستأخذ جهة اليمين، وثلاثة ستأخذ جهة أو ستأخذ المركز. إذن الإعدادات التي أستخدم في الدروس التي أقدم بالنسبة للثيم فهو السمة هي Panel، بالنسبة للألاينمنت المحاذاة هي صفر أي Panel Mode نمط العارضة، وبالنسبة لأيتمز ألاينمنت محاذاة العناصر المكونة للعارضة فهي ثلاثة أي في المركز. والخيار الأخير لدينا هو قفل العناصر. الآن يمكنني أن أجر العناصر من مكان إلى آخر على هذا الشكل. كما تلاحظون ملف الإعدادات تم تغييره مباشرة لأن أمكنة هذه العناصر تغيرت الآن، فأقوم بإعادة التحميل. لو قمت بجعلها True أي أني أقوم بقفل العناصر فلن يمكنني جر الأيقونة من مكان إلى آخر، فأكون بذلك غطيت جميع العناصر المكونة لإعدادات شريط بلانك. ما بقي الآن هو كيف يمكن أن نضيف أيقونات أو مطلقات برامج للشريط. الطريقة جد سهلة حيث أنه يكفي أن نضغط يمين حين نقوم بفتح برنامج وتظهر أيقونته افتراضيا في الشريط، نضغط يمين ونختار هنا قم بإلقائه على الشريط فيبقى في الشريط حتى لو قمنا بغلق البرنامج كما هو بالنسبة مثلا لمحرر جنوم. حتى لو قمت بغلقه تلاحظون أن الأيقونة بقيت هنا ويمكنني من خلالها فتح البرنامج بسرعة.
هكذا يمكن أن تضيف البرامج الأكثر استخدام للشرائط ويمكنكم فتحها بسرعة من خلال هذه التقنية. على ما أعتقد كان هذا كل ما يتعلق بشريط بلانك، كيفية تثبيته على أي توزيع وكيفية تخصيص سماته وإعداداته انطلاقا من ملف إعداداته النصي. هكذا أصل إلى نهاية هذا الدرس، ونلتقي في درس قادم إن شاء الله. إلى اللقاء.